والله احنا حبينا نتفاعل مع المواطنين اللي اتصلوا براديومات، هي فيما يخص الوضعيه. احنا نعرفوا الزون هذيك الكل، المنطقه هذيك الكل يتزودوا من الجمعيه المائيه ببنيوال، يعني قاعده تزود مع تدبير الشعبه وتزود في طرابلسيه وتزود في بنيوال الى اخره، من المناطق الريفيه على مستوى عماده دير بو رقبه. الحقيقه الاشكال هو اشكال تقني بحت، باعتبار انه البير اللي قاعدين يتزودوا منها الاخرين الكل هي بير معناتها نتاع الصونات، كانت وفرتها اداره الصونات. عمليه انقطاع التيار الكهربائي انجر عنها انسداد في القنوات اللي تزود المنطقه هذه بالماء الصالح للشراب. احنا كنا في اتصال مع الاخرين سواء في الجمعيه المانيه ولا في الصونات، وان شاء الله غدوه نهار اثنين عندنا معاينه ميدانيه وعندنا تدخل تقني مش نقوموا به، وان شاء الله الوضعيه هذه تتطور في اول اسبوع ان شاء الله.